لو ابنك شخصيته قوية أو بنتك، خلي بالك دي صفة ممكن إن هي تكون حاجة كويسة، ولكن مهم جدا التعامل معها بطريقة صحيحة. دايما الأطفال لما بتكون شخصيتهم قوية ده بيخليهم إن هم ما بيخافوش من أي حاجة، وبيبقى عندهم اعتقاد إن هو يقدر يعمل أي حاجة، ما بيخافش من المواجهة، ما بيخافش من أي حاجة، ثقته في نفسه قوية. المشكلة هنا إن النوع ده من الأطفال لو أنت ما وقفتوش عند حده للأسف عند سن المراهقة هيزيد وهيبتدي يعمل حاجات هي فعلا هتكون مضرة لي. فبالتالي النوعية دي من الناس مهم جدا إن أنت تحجمها، يعني مهم جدا إن أنت تحاول تعمل له قوانين في البيت مثلا أو قوانين يتعامل بيها، مش شرط قوانين بمعنى يعني اللي هو تتعامل معاه بقطنة، لا أنا ما أقصدش كده، بس مثلا طفلك مثلا عنده 5 سنين مثلا، فالمفروض ان هو بينام بالليل الساعه 12 او الساعه 1. انا عارف النهارده ما حدش بينام بدري، فكره ان انت تسيبه ان هو يسهر مثلا لغايه الفجر ولا حاجه زي كده في الاجازه، طبعا لان المفروض ان في وقت المدارس ما تنفعش حاجه زي كده، لا ده مش مسموح للنوعيه دي من الاطفال، لان واحده واحده هيبتدي يزيد في ده. والطفل بطبيعته حتى لو كانت شخصيته ضعيفه لما بيعمل حاجه وبينجح فيها شخصيته بتزيد في الحته دي. فلما يكون الطفل اصلا شخصيته قويه ويعمل حاجه ويلاقي ان هي ما فيهاش اي مشكله هنا شخصيته بتزيد اكتر، فبيعتبر ان ده حق مكتسب. فبالتالي لو انت تعاملت مع النوعيه دي من الاطفال بطريقه غير التحكم اللي انا بتكلم فيه ده، للاسف الطفل ده في سن المراهقه هيهرب منك وهتفلت منك ومش هتعرف ان انت تسيطر عليه خالص. فمهم جدا ان انت تطبق الكلام اللي انا بقوله ده وبس. سلام.